متابعين بصباحنا يا نورو، وصلنا كمان لفقرتنا الطبية، ولكن رح نروح من كورونا إلى التغذية. يعني دائما بهلا بفصل الشتاء دائما بنضل عم نتشهون مثل ما بيقولوا على الأكلات، ودائما جسمنا عم يطلب الحلو وعم يطلب الشيء الدسم. رح نتعرف أكثر كيف فينا نعمل كنترول عفوا ونعمل كنترول ما يزداد وزننا بفصل الشتاء، وكيف فينا نعوض شهوتنا للحلويات وللدسم باشياء ثانيه ما تسبب وزن زايد. لنستقبل معنا دكتور عزيز ابراهيم اخصائي تغذيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباحك. يسعد صباحك دكتور. تمام. بالبدايه خلينا نحكي، دائما مرتبط فصل الشتاء عند كل الناس بزيادة الوزن، يعني القعدة بالبيت والكنكنة مع يمكن الأطباق السورية الشهيرة، المطبخ السوري معروف بالأكلات الطيبة والدسمة. كيف فينا نعمل هيدا التوازن بالبداية قبل ما نحكي عن نظام الغذاء الصحي؟ هلا انت اذا بترجعي بيولوجيا، يعني نحن دائما يعني مع مرور العصور، خلينا نقول حتى الانسان القديم دائما كانوا يخزنوا كميات كثير كبيره من الاكل او ياكلوا كميات كبيره، حتى الحيوانات يعني كانوا يخزنوا كميات كثير كبيره من اثناء الصيف مشان يستخدموها اثناء الشتاء. طبعا لانه درجه حراره الطقس او درجه حراره المحيط اثناء الجو البارد بتنخفض، فالجسم بيصير بيحتاج وارد حراري واللي هو اللي بيجي من الاغذيه والاطعمه والمشروبات، تمام، لحتى يرفع شوي معدل الحرارات اللي بياخذها لحتى يقدر يوازن درجه حرارته وتتاقلم مع الوضع. هلا مع مرور الوقت احنا تغيرت نمط الحياه، يعني تغير اللايف ستايل تبعنا، يعني مثلا ما كان في سيارات هلا في سيارات، ما كان في وسائل تدفئه هلا في وسائل تدفئه، اساسا ما كان في لبس هلا صار في لبس. يعني نمط الحياه كلها تتغير، بس ضل عندك هذا الاحساس دائما بالحاجه للاكل او بالحاجه للطعام مع وصول هذا الطقس. هلا قديش فيني حافظ انا على هذا الموضوع؟ هذا بده سلسله من التعليمات لحتى نقدر نوصل لعلقلي، لانه نطلع دائما من موسم الشتاء، وخصوصا هلا جايين راس السنه والكريسماس وهدول القصص، يعني باقل خسائر ممكنه او باقل وزن زايد ممكن نحصل عليه. هلا في مشكله اساسيه انه انا دائما بهذا الطقس بضل حاسس حالي اني جوعان، لفكره انه دائما الشخص لما بتنخفض درجه حراره جسمه او لما بيشعر شوي بالبرد بيميل ليروح لياخذ السكريات او الحلويات او النشويات او ما يسمى بالكربوهيدرات. هاي المشكلة انه انت لما بتبلشي بتاكليها بتحسي بالشبع للحظات او بتحسي بالشبع لمدة زمنية مؤقتة، بعد ما تاكليها بعد فترة قصيرة جدا بيرجع بصير في عندك حالة من الجوع، بيرجع بينزل مستوى سكر الدم، بينفرز عندك هرمون الجوع، فبترجعي بتحسي حالك انك جوعانة، فبترجعي بتاخذي كمية اكثر، وهيك انت بتصيري ضمن حلقة، وهي الحلقة هي حلقة مفرغة. تمام؟ دكتور، وخاصة يمكن خلينا نحكي بالليل او بالقعدة بالكنكنة، هلا غير موضوع بالدفا يعني وما في كهرباء، بنلاقي حالنا عم نتسلى بالاكل، عم نتسلى بدنا كل شوي حلو، بدنا كل شوي ناكل شيء. طب نحن هدول القصص كيف فينا نحن نعوضهم، نحس بالشبع نوعا ما، او نعوض يعني نحن نوقف اكل حلو او سكريات ونعوضها بشيء ثاني يحسسنا بالشبع؟ هلا طبعا للسؤال اللي قبل ما ننتقل على هذا المحور، في شغله انا نسيت احكيها، نحن حتى بفصل الشتاء بقل تعرضنا للشمس، وبما انه بقل تعرضنا للشمس فنحن بتنقص الاحتياجات تبعيتنا اللي بناخذها من فيتامين د. الفيتامين د مرتبط ارتباط كامل بزياده الوزن، فنحن حتى اثناء الشتاء نفضل انه دائما يكون في عندنا سبلمنت او متممات غذائيه من فيتامين د نحصل عليها، يعني تقريبا 10,000 وحده دوليه حتى لو مره اسبوعيا بفصل الشتاء، لانه نحن اساسا ما بنتعرض للشمس. وفيتامين د بيساعد على نزول الوزن، بيساعد على منع ثباتيه الوزن، مرتبط ارتباط كامل بهرمون الشبع، يعني باحساسنا نحن بالشبع. هي شغله. شغله ثانيه غير هيك، انه اثناء الشتاء او اثناء فصل الشتاء دائما بتعرفي انه في عندنا هيك شو بيسموه هذا التغير المزاجي، انه انا بيتغير مزاجي اول ما ببلش بيتغير الطقس وبتنزل درجات الحراره وبصير في عندي نوع من المطر وكذا، فبصير حتى الواحد بحاجه لانه ياخذ شوكولا او ياخذ شغلات فيها حلويات او سكاكر لحتى يرجع يتحسن مزاجه. هلا بالنسبه للسؤال اللي سالتيني اياه، غير انه كل شيء حكيتيه الظروف اللي هلا نحن عم نمر فيها، الكهرباء والملل، وفي عالم كثير عم تتعرض لنوع من انواع الحجر لانه خايفه على حالها او خايفه على المحيط فيها بسبب كورونا، فهذا الشيء بخليني دائما نضل عم فكر بالاكل. هون انا قدر الامكان بدي روح على اول شغله، بدي روح اني روح على الاختيارات الصحيه، ما روح على الاختيارات السيئه، يعني روح على شيء بحسسني بمده اطول من الشبع، وما روح على الشغلات اللي بتخليني اشبع لمده قصيره وبترجع بتخليني اني احتاج
المزيد من السعرات الحراريه. يعني مثلا من الشغلات الموجوده هلا بالشتاء هي البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه على عكس البطاطا العاديه، البطاطا الحلوه فيها نوع من الكرب، هي كربوهيدرات معقده، يعني بدها وقت اطول لحتى ترفع لي مستوى سكر الدم ولحتى تتخزن على اساس انه دهون. في عن وغنيه بفيتامين اي كمان كثير بيساعدني بهذا الموضوع. ثاني شيء مثلا هلا موسم من مواسم الكستنا اللي انا ممكن استخدمه وتحسني اكثر بالشباب. هذا الحلم دكتور سعر. البطاطا الحلوه ممكن ايه مقبوله. الدرم ضمن الاسعار لازم ضمن 100% حكي صح. الدرم ممكن ان استخدمه كبوشار، بوشار بحسسني بالشبع، خصوصا انه كوب كثير كبير من البوشار ممكن يحسسني بالشبع وبالاخير ما يعطيني غير 100 سعره حراريه بهالكوب الواحد. الزنجبيل اللي هو بحسسني دائما بالدفى، حاول مرق مثلا مشروب القرفه اثناء اليوم اللي ممكن يضبط لي مستوى سكر الدم. الشوفان البودره ممكن احط عليه شويه مي سخنه، تمام، بيعطيني شيء هيك وجبه مثل وجبات الاطفال، ممكن لما استخدمه حس انا كمان انه انتظم مستوى سكر الدم عندي وصار في عندي نوع من انواع التوازن. هذا غير انه انا لازم احافظ على وجبه الفطور دائما، يعني في عالم كثير خصوصا السيدات احيانا بفيقوا متاخرين بهذا الوقت من السنه او بيبعثوا اولادهم على المدرسه وبيرجعوا بيناموا، مع هيك انا دائما بقول انه لازم ضروري جدا انه نتناول وجبه الفطور. وهي يمكن الحياه، يمكن يعني ستايل الحياه قديش اختلف، بتلاقي تركيز دائما على وجبه يمكن العشاء لانه أيوة كمان بسبب الساعات الطويله بالشغل بتلاقي العيله بتجتمع بعد الساعه 5 او 6، قديش فيني حافظ مثل ما قلت على الوجبات الاساسيه مثلا الفطور لو كنت بالشغل، لو اولادي بالمدرسه، ابعث معهم وجبات اساسيه ليقدروا ياكلوا، وجبات مثلا مثل ما قلنا ضمن الاسعار المعقوله، يعني ما فيني انا اطلب كمان اشياء ما فيني خصوصا هلا بهذا الظرف مثل ما عم تحكي. بس انا دائما بقول لك انه وجبه الفطور لما بتاخذيها، يعني انا دائما الجسم لما انت ما بتعطيه وجبه الفطور اثناء اليوم بيصير في عنده حاله من الجوع، تمام، نتيجه هاي الحاله من الجوع اذا استخدمنا مبدا الوجبه الوحده واكلنا مثلا بس الغداء والعشاء رح يمتص، اذا كان ما رح يمتص غير 10 او 20% من هاي الوجبه رح يمتصها كلها لانه صار في عنده نوع من انواع الخوف. بينما اذا انا كنت اخذ وجبه الفطور ابتداء، تمام، ومحسس الجسم انه انت ضمن امان او انت اخذت وجبه الفطور، فهو اساسا اي وجبه ثانيه رح ياخذها بعدين رح يحاول يحرق. بحاول دائما نركز على مصادر البروتينات بوجبه الفطور، لانه مصادر البروتينات هي اللي بتعطيني نوع من انواع الاحساس بالشبع اكثر، تمام، ركز على البقوليات، ممكن ركز على مصادر الاجبان والالبان لحتى احس بشبع لمده طيب طويله. دكتور اغلب الناس بس يفطروا الصبح بيقولوا خلاص نحن مثل شو بيقولوا انه فتحت شهيتنا كل الوقت، فبس يفطروا الصبح بدهم يرجعوا ياكلوا مره ثانيه وبدهم يرجعوا يتغدوا شي ثلاث اربع مرات. وهذا دليل، هذا دليل يعني، هذا دليل على الحكي اللي كنت عم بحكي لك اياه يعني بشوي. بتحس انه لا بالعكس لا هو يمكن الوجبات تتكرر، تمام، بس انت قديش رح يمتص الجسم من هي الوجبات؟ بينما انت الوجبه الرئيسيه اللي بتاخذيها الكبيره بعد ساعات من يعني بعد ساعات انه من ما فطرتي وما اكلتي سناكاتك وما كذا الى اخره، اذا اخذتيها بتحسي انه طول الوقت ضلت معدتك رح يصير في عندي امتصاص اكثر. غير هيك انه انا دائما الشغله اللي بكررها دائما رح تتحول لحقيقه. يعني نحن في عندنا اخطاء وكثير اشاعات عن التغذيه، من بين هي الاشاعه انه انا اذا فطرت رح تنفتح نفسي وبالتالي رح اصير اكل. لما بتسمعي هذا الشيء بشكل يومي وبشكل متكرر رح يتصور يعني رح يتحول بالاخير لحقيقه، مثل انت اذا فقتي الصبح ما شاء الله عنك، بس اذا فقتي الصبح وقلتي انا كل يوم انا بشعه انا بشعه، ممكن اول يوم ما تاخذي الموضوع بعين الاعتبار، ثاني يوم، ثالث يوم فعلا بتصيري بتحسي انه هذا، وهذا اللي اعتمدنا عليه او اللي اعتمدوا عليه بتوزيع هي الاشاعات اللي ما لها علاقه اساسا بالتغذيه الحقيقيه، مثل بيقولوا لك انه اذا بدك تعملي دايت وبدك تنزلي وزنك لازم تبتعدي عن السكر، اوكي، عن السكر الابيض، لازم تبتعدي عن الرز والبطاطا والنشويات لانه هي المسؤوله عن السمنه. بال 1800 او 1900 يعني عم نحكي كقرون كان دائما المتهم بزياده الوزن هو الدهون ومصادر الدهون، ما في شيء مسؤول عن زياده الوزن، اي شيء نحن بناخذه باعتدال هو رح يزيد لنا وزننا. فالموضوع هو ما موضوع شو بيحكي فلان او علان او ناخذ معلوماتنا دائما من الفيسبوك، وهذا يعني هي فعلا نحن مشكله بنعاني فيها بموضوع التغذيه، يعني اي حدا بيقدر بيحكي الجاره الكوتش بصير اخصائي فجاه بيصير. خلينا نحكي المساء مثلا بعد الساعه 6 المساء بالختام، شو هي الوجبات الخفيفه يمكن اللي ما بتاثر على زياده الوزن؟ كيف فينا نسكر سمنه؟ تماما. وبعض المشروبات يمكن اللي بتساعد على الاستقلاب بالليل. هلا انا رح اقول لك شغله، اول شيء شوربات هي خيار جدا يعني خيار جدا جيد مساء خيار جدا جيد حتى يخليني ارفع درجه حراره جسمي وما يزيد وزني. بس كمان هلا في احيانا بتجي بتقول انه بدي اعمل شوربه وبدي اعمل دايت، فبتروح بتحط بشاميل مثلا
او ممكن تعمل كريمة الطبخ او انا هون خسرت، لا يا ريت اكل شيء ثاني وما انا اكل هدول القصص. فبركز على الشربات يعني مثل البقوليات، مثل شوربة العدس، ممكن اعمل شوربة الفاصوليا البيضاء مثلا، هي بروتين كامل بنفس الوقت ما بيزيد لي وزني. شوربة الخضار، انتبه انتباه كامل من احاد جلوتاميد الصوديوم، هذا اللي بيكون موجود بالاملاح، يعني حاول ملح يكون قليل مشان ما يصير في عندي احتباس بالسوائل وبالتالي زياده وزن. حاول دائما انه مثلا اذا استخدمت الدجاج بصنع هاي الشوربات، استخدم المي اللي انا اساسا سلقت فيها دجاج، لانه فيها نسبه من الجيلاتين اللي بيساعدني انا، يعني الجيلاتين الطبيعي اللي بيساعدني لتقويه المفاصل والعظام. روح على المشروبات اللي حكيتي عنها اللي ممكن تحسسني بالدفء مثل الزنجبيل. الزنجبيل انا بدي احكي عنه مطولا اذا بنقدر، هو مضاد اكسده، بيقي من الالتهابات، بحسن لنا من المناعه، وبالتالي كمان بيرفع من درجه حراره الجسم. بس بينتبه انه انا ما اخذ الماكسيموم منه لانه ممكن يعمل لي زياده بالضغط، يعني ممكن يرفع لي مستوى الضغط عند كثير من المرضى اللي عندهم اساسا ضغط عالي. عندي القرفه، القرفه كمان بتحسسني بالدفء، بتخفض مستوى سكر الدم. كمان بدي انتبه اني يعني عند السكريين الحالات الخاصه اني ما اخذها. الشاي الاخضر كمان بيساعدني اني ارفع مستوى الاستقلاب تبع جسمي، بس يعني كمان حرفيا علميا ما في هي الجمله، هو بس بيساعدني اني كيف بدي اقول لك انه يكون في عندي مضاد اكسده وبالتالي يكون في عندي نقص بالشهيه، فهو ممكن ياثر تاثير جيد جدا على الوزن. تمام دكتور، اكيد في معلومات كثيره لازم نحن نحكي عنها، وكيف فينا نعوض شيء بشيء، خاصه انه بظل الغلاء يلي عم نعيشه يعني بهي المرحله. ناطرينك بحلقات جايه لحتى نحكي اكثر، وميرسي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير. شكرا لك دكتور ابراهيم على وجودك معنا، شكرا كثير لك.